بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة مهمة للمهرجانات وأغاني المهرجانات والمكتسحين في أغاني المهرجانات، تحديدا عمر كمال، حمو بيكا، حسن شاكوش، معرفش مين، قشطة ولقطة وبيكا، والألقاب اللي احنا بنشوفها وبنسمعها واللي عاملة ترندات كل شوية، ترند مش عارف مين، فرحانين بنفسهم. هي مش شماتة ولا حاجة، لا بالعكس، هذه يعني رسالة خالصة صادقة إلى هؤلاء، علشان الشباب مفتون والشباب مغرم بهؤلاء، وأصبحت أغاني المهرجانات دلوقتي هي الطاغية على الساحة وموجودة بشكل شرس، وعلى يوتيوب تلاقي، انستجرام تلاقي، واتس تلاقي، فيسبوك تلاقي، اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. لا يعني ده موضوع مهم قوي لازم نتكلم فيه، اللي هو لما تلاقي مثلا اغنيه زي، وبعدين انا جمعتها وكتبتها علشان اقول لكم يعني تاخدوا بالكم يا جماعه ان الحاجات دي عامله مشاهدات عاليه جدا. انت معلمه بتاعت عمر كمال وحمو بيكا دي مشاهده حوالي 42 مليون مشاهده. لا شوف بقى عود البنات بتاعت حسن شاكوش 277 مليون مشاهدة. عندك بنت الجيران بتاعت حسن شاكوش وعمر كمال 525 مليون مشاهدة. انت متخيل يعني 525 مليون سيئة يا شاكوش، يعني 525 مليون سيئة يا عمر يا كمال، 525 مليون سيئة. ده على الأقل، ده الناس اللي شافت، على الأقل شوف بقى مين اللي كتب، شوف اللي أنتج، شوف اللي ألف، شوف اللي أخرج، شوف الحاجات المتعلقة بالأغنية والحاجات اللي الأغنية احتوت عليها علشان تطلعها بالشكل ده. ده طبعا إسفاف وده استخفاف وابتزاز وحاجات لا تليق بمجتمعنا. يعني حتى لما تلاقي واحد زي واحد منكم زي سعد الصغير لما بيتكلم ويقول تاريخ ايه وبتاع ايه، احنا ملناش تاريخ، ده احنا بنشغلين مع رقصات وبنطلع مع رقصات وي وي. فتاريخ، تاريخ العلماء، تاريخ الأطباء، تاريخ الناس اللي لها تاريخ، الناس اللي أضافت، والناس اللي علمت، والناس اللي أنتجت، والناس اللي نفعت الأمة ونفعت الدولة ونفعت الشعب ونفعت الناس ونفعت الجمهور. لكن أنت لما تقول لي يا حسن يا شاكوش في أغنية عملت في أسبوعين 19 مليون مشاهدة، تقول لي حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت، أنا تحت البيت، جيت تحت البيت تعمل إيه؟ وهي دي كلمات. عندنا نقيب الموسيقيين الأستاذ هاني شاكر رفض إن هم ينضموا كأعضاء في النقابة علشان الكلام المبتذل، علشان الكلام الخارج، علشان الكلام اللي هو غريب على مجتمعنا وغريب على أمتنا وغريب على دولتنا وغريب على الناس وعلى الأسر والعائلات والأفراد. ما دي حاجات فعلا ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. أنا عجبني اللي قال الدكتور محمد المصير رحمة الله عليه، من 10 سنوات تقريبا كان مع أستاذ محمود سعد في برنامجه اليوم السابع على الام بي سي، ومحمود سعد بيسأله وبيقول له الناس اللي هي بتغني والفن والتمثيل والممثلين والمطربين، الناس دي فلوس؟ قالوا الناس دي فلوسها لو الكلام بتاعها خارج وفي سياق خارج وعري ما يبقى كسبها خبيث. فطبعا محمود سعد مندهش ومستغرب، قال الناس اللي هي بتمتعنا وبنحب نشوفها، قال له طالما ان هو في وسط عري واسفاف وكشف للعورات فهو كسب غير طيب، والله سبحانه وتعالى امرنا ان ناكل الحلال وان ناكل الطيب، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. انا عايز اقول لعمر كمال بالله عليك، انت لو ربنا سبحانه وتعالى سألك عن أوعدك اللي انت عملتها الأخيرة اللي عملت 2 مليون في يوم، 2 مليون مشاهدة في يوم، هتقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ هتقول لربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وتقول للناس اللي هتتبرى منك يوم القيامة، لان هو يحشر المرء مع من أحب. والله سبحانه وتعالى قل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا إلى آخره. أنت هتاخد أوزار الناس دي كلها، ما تفرحش أو كده. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة. أنت لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك يا عمر هتقول له إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يسألك أنت عملت إيه؟ هتقول له عملت إيه؟ أنت معلمة؟ هتقول له أنا قدمت للأمة وقدمت للمجتمع وقدمت للجمهور، أنت معلمة؟ هتشفع لك يوم القيامة؟ بالله عليك يا حسن يا شاكوش بنت الجيران هتشفع لك يوم القيامة؟ بالله عليك يا بيك عود الوسع للبطل ولا شمس المجرة اللي أنتوا عملتوها مع بعض، حسن وعمر وبيكا، شمس المجرة هتشفع لكم يوم القيامة؟
بالله عليك هتشفع لكم يوم لما ربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا النبي في حجه الوداع وفي خطبه الوداع اشهر خطبه في التاريخ، النبي عليه الصلاه والسلام يقول وينادي في الناس وانكم ستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم وقد بلغت. لما ربنا يسالك يا شاكوش ولا يا بيكا ولا يا عمر ولا يا كل المغنيين في المهرجانات يسالكم هتقولوا له ايه؟ هتقولوا احنا كنا بنكسب وانت كنت فاتح علينا، انت يا رب انت كنت مدينا وموفقنا وكنا بناخد في الحفله مش عارف كام الف وكانت الناس بتحبنا والناس بتسمعنا والناس بتطلبنا، مش مقياس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. ما ربنا فتح على فرعون وفي الاخر كانت نهايته ايه؟ ربنا فتح على قارون وقال قال انما اوتيته على علم عندي، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى قال فخسفنا به وبداره الارض. الشباب المفتون والمفتن بهؤلاء، اوعى تفكر ان ده توفيق، لا، التوفيق انك تعمل حاجه ترضى ربنا سبحانه وتعالى، لكن هذا خذلان. حتى والدتك يا عمر كمان مش راضيه، ست عاقله، ست نحترم رايها ونحترم كلامها الطيب اللي قالته ولخصه، قالها مش راضيه، ما لا عارفه ان اللي هو بيعمله مش حلو، ولما انت بتطلب منها ان هي تدعي لك بتقول انا بدعي له ان ربنا يوفقه في طريق يرضي ربنا سبحانه وتعالى، حتى بتقول ان انا هو لو تزوج من الوسط الفني انا هبقى حزينه، لان هي عارفه الوسط اللي انت فيه يا عمر. فمش عايزين نتحايل، عايزين نجمل الصوره، ومش عايزين ان احنا نلف وندور يا جماعه، الحلال بين والحرام بين، بس خلصت الموضوع. فلما ربنا سبحانه وتعالى يديك، ولما ربنا سبحانه وتعالى يديك صوت ويديك اعجاب ويديك لايكات ويديك ترندات ويديك يوتيوب ويديك فيسبوك ويديك تويتر ويديك انستجرام ويديك كل الوسائل دي كلها وملايين المشاهدات هنا وملايين المشاهده، ده مش توفيق ولا نجاح ابدا، ده خذلان. اذا رايت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج، فاعلم أن ذلك منه استدراج، عشان تطلع 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 وهتقع وقعة مش حلوة. ولو قلت من شوية ربنا بيقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا على، خد يا عم خد ترندات، خد مش عارف أوعدك مكسرة الدنيا، بنت الجيران مكسرة الدنيا على ساوند كلاود وعلى غيره وعلى غيره. أيوه وبعدين؟ وبعدين لما ربنا يسألك هتقول له إيه؟ طب بالله عليك انت ما قعدتش مره مع نفسك يا شاكوش ولا يا بيكا ولا يا شطه ولا يا قشطه ولا يا لقطه ولا ما اعرفش انتوا الالقاب اللي انتوا يعني ما اعرفش بتتبرى من اسم والدك ولا من اسم عيلتك مش عارف، فبتلقب نفسك شاكوش، اشمعنى شاكوش يعني؟ ليه ما عملتوش مطرقه ولا عملتوش اجنه ولا عملتوا اي حاجه يعني؟ مش عارف والله. وبيكا يعني هتقول لربنا ايه؟ وبعدين سبحان الله تلاقي الناس بعد ما حد يموت من دول وبعدين يجي مثلا يقعد اسبوع اتنين يقعدوا يعرضوا له افلام ومسلسلات واغاني ونحتفل والذكرى الاولى والذكرى الثانيه والذكرى الثالثه. انتوا يا جماعه بتشيلوا ذنوب يا جماعه، زي ما في حسنات جاريه في سيئات جاريه. ايوه انا لو عملت حاجه كويسه وحد عملها ورايا انا هاخد ثوابه، برضه لو عملت حاجه وحشه وحد عملها ورايا انا هاخد سيئاته. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله. مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول كده من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. يعني انت يا بيكا وانت يا شاكوش وانت يا عمر كمال مش مكفيك المشاهدات اللي موجودة على اليوتيوب، خلي بالك اي واحد بيشغل ده في كاسيت، اي واحد بيشغل ده على الموبايل بتاعه، اي واحد بيشغل ده كسائق او كصاحب عربية في عربيته، اي واحد بيشغل ده في محل، ده في ميزان سيئاتك. ايوه في ميزان سيئاتك انت ما تشغل، لا لازم تاخد بالك، لازم تبقى مدرك انك طالما انت نشرت حاجة زي كده خارجة ولا ترضي الله هتاخد وزرها ووزر من عمل بها. ويجي بقى يعرض لك بعد ما يموت مش عارف الممثل والمغني ويعرضوا اعماله وكان كذا وكان لا ده انتوا كده انتوا كده بتحملوه سيئات فوق سيئات. ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. وبعدين المرء شوف الناس بقى ايه، حتى كمان اللي بيحب عمر كمال وبيحب ده انت معاه يوم القيامة يحشر المرء مع من احب. ده سيدنا انس بن مالك لما كان بيروي حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء رجل الى رسول الله قال له يا رسول الله متى الساعه؟ قال له ماذا اعددت لها؟ بتسال عن القيامه ليه؟
قال له ما أعددت لها كثير عمل ولا كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله. فالنبي يقول له أنت مع من أحببت. سيدنا أنس يقول فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فيا رب أريد، سيدنا أنس أريد أن أحشر أو أنا أحب أن أحشر مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. شوف أنت عايز تحشر مع مين؟ عايز بتحب عمر كمان عايز تبقى معاه؟ مش هينفعك، هيتبرى منك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هيقول لك أنت كنت تسمعني ليه؟ أنت ما وجهتنيش ليه؟ أنت ما نصحتنيش ليه؟ أنت ما كتبتليش ليه في كومنت اللي بتعمله غلط؟ فأنا بقول لك دلوقتي يا عمر يا كمال ويا شاكوش ويا بيكا ويا شطة ويا مش عارف إيه اللي أنتوا بتعملوه غلط. ويعرض بقى في الذكرى والكلام ده. فيجي المنبع ابو حمد الغزالي بيقول كلام مهم قوي علشان الناس اللي هي يعني ماتت وتركت حاجات فالناس تشوفها ده انت بتحمله اوزار. يقول الغزالي في الاحياء طوبى لمن اذا مات ماتت معه ذنوبه والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه. تاني، طوبى لمن اذا مات ماتت معه ذنوب والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه. هو مات لكن ذنوبه باقيه 100 سنه او 200 سنه او اكثر يعذب بها في قبره ويسال عنها الى اخر انقراضها. الى اخر انقراضها، يعني انت كمان ما كفاكش الذنوب اللي انت شلتها وشيلتها للناس في حياتك، لا انت لو مت على هذه الحاله هتاخد وزر برضه بعد ما مت. احنا قلنا في حسنات جارية وفي سيئات جارية. دي كانت رسالة مهمة قوي لعمر كمال ولمغني المهرجانات، وكمان بقول رسالة للشباب المفتن والمغرم بهؤلاء. خلي بالكم ده مش نجاح، ده خزي، ده استدراج، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وزي ما ربنا قال وأملي لهم إن كيدي متين. هذا إمهال من الله سبحانه وتعالى إنه مديك الفرصة ومديك الوقت لعلك تتوب، ولو تبت الله سبحانه وتعالى سيمحو عنك كل هذا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى أنت لو تبت بعد كل ده وبعد المهرجانات وبعد أنت معلمة وبعد أوعدك وبعد عود البطر وبعد عود البنات وبعد الدلع يا موزة وبعد أنت حبيبتي أنا جيت افتحي، أنا جيت افتحي الشباك، افتحي شباكك أنا تحت البيت، أنا جيت مش عارف إيه، لو أنت تبت بعد ده كله ربنا يتوب عليك؟ أيوة طبعا ربنا سبحانه وتعالى سيتوب عليك ما دمت لم تشرك به شيئا. فالله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وللشباب المغرم والمفتن حب اللي يشفع لك، استكثروا من الأصدقاء فإن لهم شفاعة يوم القيامة، لا تصاحب إلا مؤمنا، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. شوف اللي يشفع لك يوم القيامة عشان ما تجيش تعض صوابعك وتندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. في ناس وفي شباب وفي بنات صحية نايمة مقضية وقتها موبايلات سوشيال ميديا على المهرجانات وأغاني المهرجانات، وهذه لن تنفعكم يوم القيامة في ميزان سيئاتكم إن واظبتم عليها، أما إن رجعتم وتبتم فالله سبحانه وتعالى تواب رحيم. أتمنى الفيديو ده يوصل لمغني المهرجانات ولكل الشباب المغرم والمفتن بمغني المهرجانات. لو عجبك الفيديو او عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة، وبعد ما تشاهد شارك ليصل الخير الى الغير. عاوز اقول لكم كلكم اني في الله احبكم. اشوفكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته.